بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الدخان ومرض السكر. تؤكد الدراسات أن التدخين السلبي يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري. فالدخان السجائر يمكن أن يؤثر على البنكرياس الذي ينتج الأنسولين الذي ينظم السكر في الدم. إن المدخنين السلبيين معرضون لسموم تماثل تلك التي يتعرض لها المدخنون أنفسهم، لكن بعض المواد السامة تكون أكثر تركيزا في الدخان السلبي. لذلك فقد حرم الإسلام كل شيء ضار، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف قال: لا ضرر ولا ضرار. صراحة هذه نصيحة مني، فهل نترك هذه العادة السيئة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وننقذ أنفسنا وننقذ حتى الغير من المدخنين؟ والله أعلم.